والآن إلى أبرز ما اخترته من الصحف، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب محمد شقير رئيس سابق للحكومة لبنان أمام امتحان استرداد الثقة عربيا ودوليا. أتاح الاتصال الذي تلقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في أثناء اجتماعهما في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. الفرصة للبنان للعمل من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي به واسترداده لمصداقيته المفقودة بسبب الفلتان السياسي الذي يتخبط فيه، كما يقول رئيس حكومة سابق للشرق الأوسط التي أوصلته إلى عزلة عربية ودولية كان في غنى عنها. يعترف المصدر الوزاري بأن لبنان يقف حاليا أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك المرحلة التي كانت قائمة وأدت إلى تصدع العلاقات اللبنانية الخليجية، ويبقى عليه أن يستفيد منها وأن يوظفها لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج وطي الصفحة التي تسببت بتدهور العلاقات. ويقول إن الدور الأول لإخراجها من التأزم يقع على عاتق رئيس الحكومة الذي لن يتهرب من مسؤوليته، وسيبذل قصارى جهده لتأمين شبكة أمان سياسية لقطع الطريق على من يحاول التفريط بالفرصة المواتية لتصحيح العلاقات وتنقيتها من الشوائب. ويقول المصدر أن ميقاتي سيتحرك على خطين: الأول يتعلق بوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ويرى أن الخط الثاني الذي يستعد ميقاتي للتحرك عليه لتوفير شبكة الأمان لتوظيف الفرصة التي أتيحت له في المكان الذي ينهي أزمة لبنان الخليجية ويضعه على سكة الإفادة من الدعم الخليجي له، يقضي بالتواصل مع حزب الله لقطع الطريق على استهدافه للمضامين اللبنانية الواردة في البيان الختامي، لأن الالتزام به فعلا لا قولا يعني حكما، أن على الحزب أن يقرر منذ هذه اللحظة التكيف معها وعدم إعاقته للدور الموكل للحكومة للوفاء بالتزاماتها لئلا تبقى حبرا على ورق. ولا يبدو من خلال تجاهل محطة المنار التابعة لحزب الله في نشرتها الإخبارية التي بثتها بعد ساعات قليلة من انتهاء المحادثات الفرنسية السعودية وصدور البيان المشترك، أن الحزب سيتعامل بإيجابية مع الخطوط العريضة الواردة فيه التي لا تنحصر في الخطوات الواجب تنفيذها لإنهاء أزمة لبنان مع دول الخليج، وإنما بكل ما يسمح له بأن يستعيد عافيته. فالحزب بتجاهله لهذه المحادثات يخفي انزعاجه من تشديد البيان المشترك على دعم سيادة لبنان ووحدته واستقراره بما يتوافق مع القرارات الدولية وضرورة تنفيذها، أنها تعيد إحياء مشروع الدولة وتسترد منه تفرده بقرار الحرب والسلم. لكن تسليط الضوء على رد فعل حزب الله حيال الشق اللبناني من البيان المشترك يجب ألا يحجب الأنظار عن التدقيق لاحقا في موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد أن استثني من اتصال ماكرون والأمير محمد بن سلمان بميقاتي، خصوصا أنه لا يمكن تحييد هذا الاستثناء عن موقف السعودية منه والتعامل معه على أنه لم يلعب الدور المطلوب منه لوقف اجتياح حزب الله للدولة. وفي هذا السياق ينظر رئيس الحكومة السابق إلى استثناء عون من الاتصال على خلفية أنه يحمل في طياته رسالة مفادها أنه لم يتصرف كما يجب، وكان في مقدوره بصفته الحامي للدستور ورمزا لوحدة الوطن أن يتصرف على هذا الأساس بدلا من أن يتحول إلى طرف يوفر الغطاء السياسي لحليفه حزب الله. إن الاتصال الذي تلقاه ميقاتي يحمل أكثر من دلالة سياسية يراد منها إعادة التوازن إلى المعادلة الداخلية في لبنان من جهة، واعتماد رئيس الحكومة رأس حربة للمضي قدما في الفرصة التي أتيحت للبنان لإعادة الروح إلى علاقاته الخليجية، مع أن ميقاتي يبدي انفتاحا حيال تشكيل لجان مشتركة لمعالجة كل الأمور، وإن كان يتوقع عودة السفراء إلى بيروت. ننتقل مشاهدينا الآن إلى صحيفة الجمهورية، حيث عنونت أو حيث كتب الزميل نبيل هيثم: هل يزور ميقاتي السعودية؟ جرى الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي والرئيس ميقاتي، ثم تبن فوجئ بهذا الاتصال إلا أنه جلس في مربع التشكيك في إمكان بروز إيجابيات جدية تبدل الصورة القائمة. في مقابل ذلك صورة تنسف التشكيك وتقارب هذا الحدث بقفزة إيجابية تؤسس لإعادة فتح الباب السعودي أمام لبنان، وتعزز هذه المقاربة ما وصف
وصفت به أو ما وصفت به إشارات مريحة من باريس، تؤكد أن الرئيس الفرنسي حقق خرقا جوهريا في السعودية مرتبطا بعلاقة المملكة مع لبنان ودورها في تقديم المساعدات له، ولن يطول الوقت حتى تظهر ترجمته سريعا لاسيما على الصعيد الدبلوماسي. العارفون في تفاصيل الاتصال وخلفيته وربطا بالارتياح الفرنسي للنتائج التي حققتها أو حققها ماكرون في السعودية، باتوا يراهنون على إيجابيات وأولى مؤشرات الانفراج تتبدى في خطوة إعادة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان، والرئيس ماكرون تلقى وعدا بذلك من ولي العهد السعودي، وكذلك إعادة السفير اللبناني إلى الرياض. كذلك يبني العارفون تفاؤلهم بالإيجابيات على الارتياح البالغ للنتائج لدى رئيس الحكومة، وأيضا على ما أحاط الاتصال الثلاثي. ففي الحقيقة هما اتصالان حصلا بين ماكرون وبن سلمان وميقاتي، وليس اتصالا واحدا. وقيل فيهما لميقاتي ما كان يأمل ويحب أن يسمعه مباشرة بلسان سعودي مسؤول عكس مشاعر عاطفية وودية وحرصا على لبنان. قال: نحن نحب لبنان ولن نتركه. وكترجمة لما دار في التواصل الثلاثي وكذلك للحديث المباشر بين ميقاتي وولي العهد السعودي، لا يستبعد العارفون أن تستتبع إيجابيات هذا التواصل بزيارة يقوم بها الرئيس ميقاتي إلى السعودية في وقت ليس بعيد للقاء ولي العهد السعودي، خصوصا أن هذه النقطة أثيرت في بنفس إيجابي خلال الاتصال الهاتفي. وفي سياق الإيجابيات أيضا، ليس مستبعدا أن ينطوي جدول أعمال الرئيس ميقاتي على سفرة قريبة إلى المملكة لأداء فريضة العمرة. مصادر موثوقة على بين مما جرى بحثه بين ماكرون وبن سلمان تلفت إلى أن زيارة ماكرون إلى السعودية كانت متكاملة ومؤيدة ومنسقة بالكامل مع الجانب الأمريكي، وتعكس إرادة واضحة بعدم سقوط لبنان وهزيمته أمام أزمته التي يتخبط بها. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من عمان رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية السيد إلي رزق. صباح الخير استاذ إلي. صباح النور، يعطيكم العافية. أهلا بك. يعني بالبداية، ما فرص نجاح هذه المبادرة؟ هناك فعلا فرص كبيرة إذا نحن أحسننا استعمالها. مما لا شك فيه زيارة رئيس فرنسي ماكرون إلى السعودية فتحت ثغرة بهذا الجدار اللي كان الجامد بالعلاقات بإمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، ولكن هناك اليوم فرصة حقيقية علينا نحن كلبنانيين أن نتعامل معها بإيجابية وأن نقوم باستغلالها لكي نتمكن من إنقاذ لبنان معيشيا واقتصاديا، لأنه الكرة بملعبنا. اليوم علينا نحن نسعى ويصير في توافق سياسي على أبداء المصلحة اللبنانية العليا. وبعدين المملكة شو عم تطلب من لبنان؟ أنه يعمل سيادة على أراضيه ويمنعه أنه يصير لبنان يهرب مخدرات أو يصير معبر لتهريب مخدرات أو يكون منبر لحتى بعض القيادات أن تتهجم على هذه الدولة أو تلك. يعني كل المطالب اللي عم تطلبها المملكة العربية السعودية بالحقيقة مطالب نحن اللبنانيين يجب أن نطلبها من قياداتنا السياسية، أنه أن نحترم سيادتنا وعدم التعرض إلى الدول الأشقاء وأن نكون على علاقة جيدة مع كل الدول. نحن دائما منقول لا بدنا نعادي السعودية كرمال إيران ولا إيران كرمال السعودية، نحن بدنا نكون أصدقاء مع كل الدول العالم إلا مع العدو الإسرائيلي. واليوم أنا أعتقد أنه هناك وساطة جدية قام بها الرئيس ماكرون، وهو يتمتع بمصداقية ومروحة من الاتصالات ليس فقط مع دولة رئيس نجيب ميقاتي، إنما مع الأحزاب المعنية ومنهم حزب الله. لأنه اليوم الكل يعي أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي عم بيعاني منها لبنان عم بتعاني منها كل فئات المجتمع اللبناني وكل المواطنين المنتمين لأحزاب، ما عم تستثني حدا. واليوم أكيد حزب الله لما بيجي الموضوع بيتعلق بمصلحة لبنان واللبنانيين، أنا أكيد أنه هو حيبدي هذه المصلحة على مصالح أقليمية أخرى وحيذهب بعملية تسوية تعيد المصداقية إلى الدولة اللبنانية وتحافظ على السيادة. نعم أستاذ إلي، يعني حسب ما حضرتك قلته كمان محللين وأيضا صحفيين سعوديين بيقولوا أنه الكرة بملعب اللبنانيين، هن أيضا عم يطلبوا حل العديد من الملفات، ملف اليمن، ملف أذرع إيران أو حزب الله، ملف تهريب المخدرات، ملف تسليح أو تسليم سلاح حزب الله. ولكن مثل ما بيقول المثل، يعني إذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع. هل سيستطيع الرئيس نجيب ميقاتي أنه يحل كل هالملفات أو حتى اسم آخر؟ مين رح يقدر يحل كل هالملفات المطلوبة من قبل السعودية؟ نحن لحتى نكون واقعيين، نحن نطالب بعودة تدريجية للعلاقات.
عودة تدريجية تترافق مع كل خطوة إن إحنا بنقدر إنه نقوم فيها. اليوم ما في أسهل منها إنه الدولة اللبنانية تبسط سيادتها على المعابر والحدود وأن تمنع إنه لبنان يتحول إلى منبر أو معبر لتهريب مخدرات، وهذه علينا نحن نعملها لأنه بتحافظ على سمعتنا كلبنانيين، لأن نحن سمعتنا كلبنانية بدول المنطقة إنه لبنان متفوق متميز ورائد بشتى القطاعات الإنتاجية. الثاني نقطة إنه أن لا يتحول لبنان إلى منبرا للتهجم على قادة دول الخليج أو أي دولة أخرى. نحن كمان إلا مصلحة إنه ما تكون القوى السياسية عم تتهجم على أي دولة بتربطنا مع علاقات أخوية، وتأكيد على عروبة لبنان. أما فيما يتعلق بموضوع اليمن، نحن كدولة كلبنانيين أو كسلطة لبنانية أو كدولة لبنانية ما لها علاقة بأي لبناني بده يطلع من لبنان يروح هو يشارك بأي معارك بتصير بدول العالم. خلى تتعامل معه دول العالم مع هاللبناني بأي منطقة عسكرية بيكون فيها. يعني ما بعتقد أنه منقدر نحمل لبنان تبعية هذا الموضوع، خاصة أنه حتى حزب الله نفسه هو ما عم يخلط تدخله باليمن تدخله بسوريا بالموضوع الداخلي اللبناني. نحن منمون على حزب الله، هو بيمون علينا بما يتعلق بمصالح لبنان واللبنانيين واللي هن شريحة كبيرة من المؤيدين له. بس بما يتعلق حزب الله شو بيحب يعمل بالخارج، خلى دول الخارج تتعامل معه كحزب حزب الله مش كلبنان أو كحكومة لبنانية أو بتتحمل مسؤولية أعماله الشعب اللبناني بأكمله. بعتقد إذا نحن بدأنا بأول خطوة بس سيادة الدولة على المعابر والمرافق وتأكيد عدم تصدير المخدرات إلى السعودية ودول الخليج، بنكون اجتسنا خطوة. إذا أكدنا أنه لبنان ما حيكون هو منبر إعلامي للتهجم على والإساءة إلى دول الخليج، كمان بنكون حققنا خطوة. بالتأكيد على عروبة لبنان بنكون حققنا خطوة، بدءا من عودة السفراء وتبادل السفراء، مرورا بالتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة بحق البضائع والتبادل التجاري بين لبنان والمملكة، وصولا إلى عودة طبيعية إلى العلاقات، يعني مع الوقت نتيجة أنه تبدل الظروف الإقليمية يصير في مفاوضات على طاولة فيينا. نعم، هل رح ترجع العلاقات الدبلوماسية من جديد؟ هل في وقت محدد لنرجع نشوف السفير البخاري في لبنان وبالمقابل السفير اللبناني بالرياض؟ هيدي أسرع شيء، هيدي أول خطوة كانت تم التوافق عليها عودة السفراء، هيدي أسهل شيء حتكون، وهيدي بكورة التسوية أو المفاوضات اللي قام فيها الرئيس الفرنسي. ونحن ما ننسى الرئيس الفرنسي لما ذهب إلى السعودية بهالمبادرة أخذ معه ضمانات من لبنان، يعني هي استقالة الوزير إرداحي كانت مفتاح الحل. ونحن دائما نعول على أنه حزب الله عنده القدرة على المناورة، ما بدي أقول التراجع أو على إبداء مصلحة اللبنانيين ومصلحة قواعده الشعبية، لأنه حزب الله دائما معود أنه هو بيتنازل عن حصص نيابية حصص وزارية، بيضحي بمقاومين شهداء بمواجهة العدو الإسرائيلي حفاظا على لبنان. ما بعتقد أنه بيستصعب هالقد حزب الله يعتبر نوع من تسوية لمصلحة لبنان، ما بدي اعتبرها تراجع، بالعكس هذه بيعتبرها هو انتصار إذا قدرنا حققنا تسوية إعادة العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية، لأنه لبنان له مصلحة كبيرة فيها. نعم. بقى من هون استاذ إلي، بس نظرا لضيق الوقت بعد في عندنا سؤال. بس لأكدك على شغلي. نعم. بس لأكدك على شغلي، حزب الله ولا مرة رفض رفضا قاطعا المفاوضات ولا المساومات ولا التسوية ولا إجراء أي حوار. لنكون واضحين، حزب الله كان عم بيقول خلونا نتحاور ونشوف السلة متكاملة من المفاوضات ومن تبادل الاتفاقيات والنيغوشيشن اللي بتصير عادة بكل المواضيع. بعتقد هلا وصلنا إلى حلول وسطية بيقبلوا فيها جميع الأفريقا، وبنقدر نتمكن فيها من عودة تدريجية إلى العلاقات. نعم، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية السيد إلي رزق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لبرنامج الحدث.